الرسم على الكاسة رح نستعمل أسلوبين بالتلوين على الكاسات. الأول استعملناه بدون أوتلاين، مجرد الفرشة والألوان، والثاني باستعمال الأوتلاين. شوفوها أنتوا وقولوا لي ياهو اللي تحبوه أكثر. أهم شيء تنتبهين على الألوان الصحيحة اللي مكتوب عليها 160، لأن مكتوب عليها 160 هذه درجة حرارة الأوفن، لأن لازم أن تنطبخ الألوان حتى لو كان الزجاج خفيف. قوي قلبك وخليها بالأوفن على مود تثبت وتستقر وما تروح بالغسل والاستعمال. وتأكدي أنه الأوتلاين أيضا مخصص أنه راح يدخل أوفن.